وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري قال: إنما مثلي ومثل ما جئت به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا، فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا فساروا على مهلهم فنجوا جميعا، وكذبته طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من اتبعني واتبع ما جئت به، ومثل من كذبني وعصى ما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث العظيم يحث النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الأمثال للناس حتى يتضح لهم هذا الدين العظيم، وحتى يتضح لهم سبيل النجاة من النار وسبيل دخول الجنة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أن ضرب لنا هذه الأمثال لكي يفهم الناس هذا الأمر، فضرب مثلا لطاعته صلى الله عليه وسلم بمثل رجل قال: فقال أنا النذير العريان. وهذا في الجاهلية كان الرجل حينما يكون عينا، حينما يكون تابعا لقومه يرسله قومه، يرسله قومه لكي ينظر إلى العدو، فإذا رأى العدو وهو في مكان بعيد عنهم وهم يرونه تجرد من ثيابه لكي يستحثهم على هذا العدو فيحذروا قبل أن يصل إليهم هذا الجيش. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بطاعته صلى الله عليه وسلم لكي يحذر الناس من الدخول في النار ومن الخلود في النار، ولكي يدخل الناس جنة الله جل وعلا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كتابه في آيات كثيرة، آمرا بالتمسك بما جاءت به الرسل، وآمرا باتباع أمره حتى يدخل الناس إلى جنة الله جل وعلا. قال تعالى: واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أمر بالتمسك بالدين وبين إنه ده من أسباب ألفة الناس واجتماعهم ونصرهم على أعدائهم وسبب لسعادتهم في الدنيا، وحذر أن نكون كاليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم. أي واحد ينجر له دين ويأمر الناس إنه أن يتخذوه دينا إلى الله وهو لم يأمره الله، كما هو حال اليهود والنصارى، أتوا بعقائد فاسدة في ذات الله جل وعلا، أمروا الناس أنهم يعبدوا غير الله، نسبوا لله جل وعلا النقائص. الله حذر من الكلام ده، لأن الكلام ده يا جماعة خطير، ده بوديك جهنم. الله خلق الخلق كلهم لكي يعبد كما شرع، ما على كيفك. الله رسل الرسل. قال الله جل وعلا آمرا باتباع رسله وناهيا عن مخالفتهم: وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وبين الله حال المخالفين يوم القيامة في الدنيا ببرطع ساكت. الواحد على كيف يعبد الله زي ما داير، يعتقد عقائد زي ما داير، لكن الله بين حالهم يوم القيامة. الله قال: ويوم يعض الظالم على يديه حسرة وندامة شديدة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في ناس اتبعوا لهم ناس في الدنيا دي ودوهم جهنم، والله بيّن حالهم في القرآن عشان ما تتورط وما في زول عنده حجة إنه يضل عن سبيل الله جل وعلا. عشان كده الله بيّن لك بيان واضح، ما تكون مع الجماعة دل، وما تتخذ لك صاحب أو شيخ أو إمام يأتيك بشيء ما أتاك به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حال الكفار يوم القيامة والمجرمين، قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا. ما في ذل ينصرك إذا أنت تورطت في مسائل خطيرة، الله نهى عنا. لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. في سادات وفي كبراء، الناس اتخذوهم أئمة لهم وما تفكروا في حالهم وما علموا أنهم يخالفون كتاب الله ويخالفون رسول الله في مسائل عظيمة. فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بعد أن كانوا في الدنيا أحباء واختصارا كل الرسل يا جماعة جل الناس بأمرهم أن يعبدوا الله جل وعلا وحده. الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله هذه التي جاء بها الرسل، معناها لا معبود بحق إلا الله. يعني عندك عبادة، في عبادة يتقرب بها إلى الله ما تديها لغير الله. إذا جاتك شدة تقول: يا الله. إذا دار تستغيث تقول: يا الله. إذا عندك أمر داير ويجيك من الخير تتوكل على الله. الله قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في ناس يا جماعة بيخالفوا الكلام ده، بيمشوا القبور والأضرح يدعو الأموات مع الله سبحانه وتعالى، والكلام ده خطير جدا، بل الكلام ده يخالف دين الإسلام، وده كفر بالله جل وعلا. ما ينبغي لمسلم أن يصرف العبادة يعني لهؤلاء الموتى، لأن العبادة حق لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله يا جماعة. كثير من الناس بيزعلوا لما نقول له: يا أخي ما تنادي سيد القبة، وما تنادي شيخ فلان وشيخ فلان، ماذا نسمي؟ لكن معروفين عند الناس. الكلام ده شرك بالله سبحانه وتعالى. الله قال في القرآن كده، والكلام ده يعني واضح من أوضح الأمور في دين الإسلام. وإن كان كثير من الناس بيخالفوا الكلام ده، لكن الكلام ده واضح، والكلام ده بوديك جهنم. يعني أنت إذا دعيت غير الله سبحانه وتعالى، من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الكفر الأكبر، يعني ما في لك جنة.
بخلاصة كده، بخلاصة الكلام قبل ما نجيب الآيات والأحاديث على الكلام ده، ولا أدلة من القرآن، والقرآن ده كله جفت في الأمر ده، القرآن كله جفي بيان التوحيد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والقرآن كله توحيد، فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد الخبري العلمي، وإما أمر بعبادته فهو التوحيد الطلبي الأمري، وإما أمر أو نهي فهذا من لوازم التوحيد، وإما خبر بما عده الله جل وعلا لأهل التوحيد من النعيم في الجنة، وإما خبر لما عده الله لأهل الشرك من النكال في الآخرة. فالقرآن ده كله جاء في بيان التوحيد. الله قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ما في زول عنده دليل يمشي نادي له صاحب قبة زول ميت فكفلان ولفلان، زول علمك القرآن علمك الدين تحترمه، نحن ما عندنا معك مشكلة بالكلام ده، لكن تمشي تدعو مع الله سبحانه وتعالى تصرف له العبادات، ولا تمشي تطوف بقبره كما يطاف ببيت الله؟ يا جماعة الكلام ده خطأ، الكلام ده خطأ. والله ما جينا ننبي الزول ولا نسب زول، لكن جينا نبين للناس حقيقة دين الإسلام الذي هو توحيد الله جل وعلا واتباع الرسل. كلام ده يا أخي ماتوا فيه الرسل، رسل الله سبحانه وتعالى بعثهم لأقوامهم لكي يعبد الله جل وعلا وحده. اعبد الله برو يوحد الليلة بكل سهولة، بكل سهولة كده يقول لك لا كلامكم ده أنا ما ينفع معي. وده آيات وحديث النبي الله سبحانه وتعالى يقول: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله قال: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا أخي الرسل ده كلهم جاء في القضية دي. بعد كثير من الناس الليلة الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، وترسيخ للناس عقائد فاسدة ما أمر بها الله سبحانه وتعالى من عبادة غير الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ده أكبر كبيرة، كلام ده أكبر من الزنا بالمناسبة، الشرك ده أكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر. وهذا الأمر خطير جدا، يعني أنت دعيت غير الله سبحانه وتعالى إذا مت بتمشي جهنم خالدا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. كثير من الناس الليلة تلقاهم عبادات تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، واحد يذبح لصاحب قبر لكي يسهل له الأمور ولكي يحفظ له الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله، الحديث في صحيح مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله وينذرون لغير الله. والنذر عبادة لله سبحانه وتعالى، إنسان يلزم نفسه عبادة ما ألزمها الله سبحانه وتعالى به. ينذر للشيخ يقول لك أن أمرضا قضى عندك حاجة معينة نذرا عليه، والنذر ده عبادة يا جماعة بتقربوا بها لله سبحانه وتعالى. الله قال عن أهل الإيمان: يوفون بالنذر. فده من العبادات التي أمر الله أن تصرف له وحده. والأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى كثيرة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وحده، في زول في شخص في بشر خلق مع الله سبحانه وتعالى شيء؟ ما في. والناس ديل ضعيفين جدا ما عندهم أي شيء، ما يغشوك ساكت. كثير من الناس يقول لك والله اعمل حسابك ما تتكلم في فلان ولا فلان، يقول لك ديل بينفخوك وديل بيعملوا لك كلام فارغ ساكت، ما في أي. الكلام ده باطل وده دلال على فساد المعتقد. النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ويقول لك ده صالح، هاي صالح بيقول كلام زي ده؟ ده ما صالح. زول بيقول لك ناديني ولا تعال امشي القبة، جايينك لمواضيع، مواضيع كثيرة يعني إن شاء الله بيأتي تفصيلها في مواضيع البدع والمحدثات، ده كلام فارغ ما تخاف يا زول، والله ما بعمل لك أي حاجة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طبانة ما بيعملوا، الله قال لك: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما عندهم
ربنا ما بيعملوها وما عندهم من القوة شيء، شغل بتاع كهنة وسحرة وأولياء للشياطين. الله سبحانه وتعالى زي ما ذكر إنه في أولياء لله سبحانه وتعالى، ذكر إنه في أولياء للشيطان. فالناس ما تخطر بأمثال هؤلاء الذين يعني ادعوا اتباع دين الإسلام، وهم دي أقوالهم واضحة أمامك. الله سبحانه وتعالى يقول في بيان ضعف هؤلاء الناس، قال الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الله سبحانه وتعالى قال للناس زيل، الله كان أرادك بضر هؤلاء الناس أو الذين يعبدون مع الله سبحانه وتعالى بيستطيعوا رفع هذا الضر؟ الجواب: لا يستطيعون. وإن أرادك الله برحمة، ما في زول بيقدر. إذا أنت متمسك بالله سبحانه وتعالى ما في أحد يستطيع إنه يضرك، ها؟ لا شيطان، لا إنسان، لا شيخ. تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيحفظك. الله سبحانه وتعالى قال: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يكلؤكم أي من يحفظكم، فالذي يحفظ بالليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى، وما عندهم شيء من الحفظ أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى بيّن للنازل عشان ما تختر ناس يقول لك والله يا أخي نحن يوم القيامة، يقول لك أبقى معانا في الطريقة ولا في الجماعة، ونحن يوم القيامة هناك بندخلك الجنة. كذب كذب، والله ما عنده لك أي حاجة. الله سبحانه وتعالى بيّن عن حال المشركين، وديل حالهم واضح جدا، ده حال أهل الشرك. ما تضيع زمنك ساكت، ديل الناس دعاة إلى جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء المجرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب. الكذاب كبير جدا، كذاب كبير، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة، يتحدث في أمر الإسلام، أمر الدين، هو رجل تافه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والألفاظ يا جماعة شديدة، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه نازل بتلاعب بعقائد المسلمين باسم الدين. يا أخي أنت كان مشيت بقصة فيه ساكت، ما عندنا بك شغلة، بنرد عليك نعم، لكن ما ممكن أنت تتكلم باسم الدين ودار تهدم الدين. وده البدع دي يا جماعة خطيرة جدا، البدع دي أشد كما قال أهل العلم، أشد من الكبائر. عشان كده ما أعمل حسابك من عقيدتك ومنهجك، لابد تكون بعيد من البدع. قال يونس بن عبيد، واحد من السلف، قال لولده بيوصي فيه، قال: يا بني أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولئن تلقى الله بهما خير له من أن تلقاه برأي عمرو أو أصحاب عمرو. ده واحد زمان قديم كان بيلخبط دين الجماعة، زي ما في ناس كثيرين بيلخبطوا دين الناس الليلة، ولكن ناب خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله فلان، ومهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا فلان. ده كلام ما صحيح يا جماعة، ده حق الله، ناس ما تزعل في الكلام ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمر هذه العقيدة، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة لا ينفع هؤلاء الناس، هؤلاء المعبودات معه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا. يوم القيامة قل لهم: وينهم الجماعة دي زعمتم أنهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى وعندهم من خصائص الله، وجايك لهم في كلام كفر، والله في كلام أبو جهل ما قاله، والكلام ده خطير جدا، الكلام ده خطير جدا. قال: أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فقالوا: أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا، هذه في آية أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال
مبين إذ نسويكم برب العالمين. في ناس سووا المخلوقات بالله سبحانه وتعالى باسم الولاية والصلاح، واحد عامل فيها ولي وصالح يدعو الناس يقول لهم اعبدوني أنا، واحد قال أنا الله عديل كده ناجي في كتاب ما بينا بيبيعوا في الدار السودانية، واحد قال أنا الله سوى نفسه بالله سبحانه وتعالى في كتاب بيبيعوا في الدار السودانية، قال وأعلم عدد الله وأعلم عدد الرمل كم هو كم هو رملتي، وأعلم عدد النبت كم هو نبتتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. كتاب ببيع في الدار السودانية لو شئت لسميته، لكن أنا لمصالح ومفاسد ما بذكر الأسماء، لكن كتاب ما خلينا من أي لحين إن شاء الله. ده كلام خطير يا جماعة، والكلام ده لما نقوله والله ما دايرين يعني عندنا مشكلة شخصية مع زول، والكلام ده والله عبادة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى إنه يعني نسأل الله إنه يثيبنا فيها، والله سبحانه وتعالى نحن كما بينا العارف إنه ده يعني يعذبنا ربنا جل وعلا إذا ما بينا الكلام ده للناس، وما عندنا مشكلة شخصية مع زول، والكلام ده دين يا جماعة والله. فهذا هو الأمر. ناس يقول لك كان راحت لك حاجة، امشي الزول الفلاني الزول ده بيجيبه لك، وده الكلام ده كفر بالله سبحانه وتعالى. زول كيف يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى؟ ما يعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. الله قال لك ما بيعرف والناس اللي بيدعوا الغيب ديل الشياطين والكهنه، زي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون من خبر السماء فيقذفون هذه الكلمة إلى الساحر أو الكاهن. هؤلاء عندهم يسمعوا كلام الملائكة، يقول لك نحن نعرف الغيب، ما بعرفوا الغيب، ده سمعوا شيء من كلام الملائكة ويودوا لزول مجرم. الكاهن ده الساحر ده كافر بالله سبحانه وتعالى، الساحر ده كافر، زول يفسد عقائد الناس، يفسد أبدان الناس، مجرم كما قال السلف حد الساحر ضرب بالسيف. فما ناس ما تلقى بتساكت وتزعم انه اي زول عنده خارق للعاده معناه دوري، لا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح تكلم عن الدجال الاكبر، ده بين النبي صلى الله عليه وسلم قال بين عينيه مكتوب كافر، قال الله سبحانه وتعالى يجري على يديه خوارق للعادات، لكن الكلام ده فتنه لكي يتميز الصادق من الكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المجرم يقول للسماء امطري فتمطر وللارض ان تنبت فتنبت، لكن الزول ده ولي، الزول ده وسخ مجرم ضال كافر. عشان كده ما تصدق اي زول عنده خارج للعاده، تقول يا سلام والله يا اخي ابونا الشيخ ده طار، يعني شنو طار؟ يعني ها الكتاب والسنه كيف؟ متبع للكتاب والسنه؟ ها متبع، تلقى عنده بدع كثيره جدا مخالفه لدين الاسلام. واحد بدع كثيره جدا منا ومن اخطرها البناء على القبور. كثير من الناس عاملين لهم قبب، القبب دي يا جماعه ما نحن ما نأمرك انك شنو تمشي تكسرها، دي ما لا ده امر الحاكم، لكن الكلام ده خطا، لان ده نرسخ للناس انه الكلام ده خطا، الكلام ده خطا كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر، القبر اذا ما تبني عليه حاجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد في المسند قال ان من شرار الخلق عند الله، هنا بيعمل لك فيها ولي وبيعمل لك صالح، لكن ده في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم شر انسان، ما حسابك منه. ان من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. فاتخاذ القبور مساجد اما قال اهل العلم اما ان تبني عليها واما ان تقصد ان تعبد الله سبحانه وتعالى فيها، وده من الغلو يا جماعه. الناس ما تغلو في الصالحين، صالح احترم ولكن ما تنزل منزلة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالأهلك اليهود والنصارى إنهم كان عندهم غلو زيادة في المدح حتى أوصلوهم، تفضل، حتى أوصلوهم منزلة الله سبحانه وتعالى. أنت تمدح لغاية ما تنزل حتة الله، واحد قال لنا أسا قلنا لكم قال أنا الله، وغير واحد ثاني كلام قبيح. والكلام ده بنذكره عشان الناس تحذر، النازل والنازل اخطر من تجار البنكو، كلام معلومه دي برضه عارفها، اخطر من تجار البنكو. زول عنده عقائد زي دي ولا باصل
من قبته طارت لحد السحاب. قال بعضهم قال جبريل ميكال إسراف، هم جنودي في التصريف، تكلم عن نفسه ده، هم تحت إمرتي تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. يعني بقول لي شيء كن فيكون، والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل ذوات الكاف ترهب صولتي وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعد رحمتي، أعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، تشعل حديث النبي الذي يصف به الله سبحانه وتعالى، وصف به نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق 100 رحمة أنزل للعباد منها رحمة واحدة فهم يتراحمون منها. قال لا لا لا، ورحمة من في الكون من بعد رحمتي، ده كفر عجيب. أنا والله ما مر علي كفر بالشكل ده، فده بقودك إلى جهنم، وتحذر من هذه المسالك. ناس يعبدوا الله سبحانه وتعالى عندهم بدع كثيرة جدا. ناس أيوة بفصل لك إن شاء الله، جاي قعمل بجيك إن شاء الله. فبدع كثيرة جدا، ناس تلقى واحد ينطط فوق لتحت وأخذ له لفة كده. هل عبد النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ إنما هذا من اللعب ومن البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اتمسك بالكنت عليه والكانوا عليه والصحابة. تتقول تنطط اليوم كله تنطط؟ هذه ما الكلام ده ما دين. امشي اقرا لك قران، امشي اعمل لك اعمال صالحة، امشي اصل رحمك واصل رحمك، صل رحمك، امشي بر والديك، اعمل الاعمال الصالحة، خالق الناس بخلق حسن، تبسم في وجوه الناس قربة الى الله جل وعلا، امشي صلي النوافل، قيم الليل. تقعد تنطط بالشكل ده؟ النبي قال كده؟ الله قال كده؟ فكل هذه من البدع، أذكار عجيبة جدا عندهم، أذكار عجيبة من كتب بعض هذه الكتب. بعد يقول لك كردهن دهن 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 ده الله. حدا تقول له ده شنو ده؟ يقول لك سرياني سرياني ده شنو ذاته؟ ما عرف ناو يا تلغة، ده كلام بتاع جن يا زول، خلي ما تلعب بالناس وتلاعب بالألفاظ، ده كلام بدع ما في دين الإسلام لا كتاب ولا سنة، كلام ده شغل بتاع شياطين، كلام يعني يؤدي بصاحبه إلى النار، لأن كل بدعة ضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم. بدع كثيرة جدا منتشرة بين الناس، حجبات، ناس يحتقدوا في الحجبات، أقول لك دي بتحفظنا ولا زاس، يقول لك دي سبب في الحفظ، لا لا دي ما سبب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل التمايم، اللي قال العلماء قال بعلقوها يعني يزعمون أنها تدفع العين، هذه التمايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمايم والتولى شرك، النبي قال ده شرك بالله جل وعلا. وقال من علق تميمة فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسالك، أما الذي يعتقد أنها تنفع وتضر هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما بينا النفع والضر بيد الله جل وعلا. ومن هذه البدع والانحرافات والغلو في الأشخاص، واحد تقول له يقول لك الله يا أخي فلان الفلاني ده من الأولياء لازم نعاهد له، قال كده يدينا نظرة، قال نحن ندخل الجنة إذا أدانا نظرة. لا لا، الكلام ده يا جماعة ما صح، الكلام ده ضلال وبدعة عظيمة ووسيلة إلى الشرك والكفر بالله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، مش فمن نظر إلى فلان. يا أخي في ناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، هل دخلوا الجنة؟ ما دخلوا الجنة، لأن مقياس العمل الصالح الإنسان لابد أن يكون على الأعمال الصالحة التي بينا بعضها قبل قليل، وأن يكون أول شيء موحد لله سبحانه وتعالى. ومن هذه الانحرافات المنتشرة من مواضيع الشرك الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ناس يحلفوا بالشيخ الفلان ولا يحلفوا بأبوه ولا بغيره من الحلايف، وده يا جماعة الكلام ده شنو؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم
ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالناس تحلف بالله جل وعلا. وأيضا على الإنسان أن يخلص عباداته أن يخلص العبادة لله جل وعلا وحده، ألا يعمل العمل الصالح طلبا أن يراه الناس أو يمدحه الناس. فهذه العبادة، فالإنسان خلق في هذه الأرض لكي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وينبغي عليه ألا يشرك، لأن الله جل وعلا لا يقبل العمل مع الرياء أو مع طلب الرياء والسمعة. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال أنا أغنى الشرك، قال يقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ناس تخلص في الصلاة، في حجة، في قراءتها للقرآن، في أعمالها الصالحة، في دعوتها إلى الله جل وعلا تخلص وتطلب ما عند الله جل وعلا من جنة الله والنجاة من النار، وألا يتوجهوا بقلوبهم إلى الناس ويتوجهوا إلى الله جل وعلا، لأن هذا من صميم العقيدة ومن صميم الدين، وألا يطلبوا بدينهم الدنيا. نعم، فهذه من الأمور المهمة. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد.